طمنا الأستاذة منال رضيان، صحفية مغربية من مدينة الدار البيضاء. مساء الخير أستاذة منال، وتعازينا الحرة لكم. مساء الخير أخت دينا، وشكرا للشعب المصري الشقيق على مشاعركم الصادقة، وأنا بدوري أقدم أصدق عبارات المواساة والتعازي لأسر الضحايا الذين ألقوا حتفهم أمس في جراء الزلزال المدمر الذي عصف بالمغرب، وخالص التعازي للشعب المغربي قاطبة. أستاذة منال، الدار البيضاء كانت من أكثر المناطق تضرراً جراء هذا الزلزال، كيف هي الأوضاع في الدار البيضاء الآن؟ بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، بالنسبة لمخلفات الزلزال الحمد لله لم تكن هناك مخلفات لا بشرية ولا مادية في مدينة الدار البيضاء، لكن سكان المدينة أحسوا بهذا الزلزال وبعنفه، لكن كما أوردت فالضحايا كانوا معظمهم في المنطقة الأكثر تضررا وهي منطقة الحوز، أي جنوب مدينة مراكش. أما بالنسبة لمدينة الدار البيضاء فقد استشعرنا الهزة واستشعرنا الزلزال واستشعرنا عنفه، لكن الحمد لله لم تكن هناك خسائر لا في البنايات ولا في الأرواح. بشكل عام، كيف تسير عمليات الإنقاذ للضحايا حتى الآن في كافة المدن المتضررة؟ بالنسبة لعمليات الإنقاذ فقد بدأت عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث منذ الساعات الأولى لليوم السبت مباشرة بعد الزلزال الذي عصف بالبلاد على الساعة 11 مساء، أي مع منتصف الليل. فالإسعافات وعمليات انتشال الجثث بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتمت مباشرة هذه العمليات صباح اليوم. بالنسبة لعدد الوفيات أو الجثث التي تم انتشالها إلى حدود اللحظة حسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد الوفيات 1037 ضحية، فيما بلغ عدد المصابين 1204 مصابين، من بينهم 721 مصابا حالتهم صعبة. كما أسلفت الذكر، فعملية انتشال الجثث وعملية الإسعاف تمت مباشرتها بشكل قوي صباح منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، ولا تزال فرق الإنقاذ لحدود الساعة تحاول انتشال الجثث التي لا تزال عالقة تحت حطام المنازل، وكذلك تبشر عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المدن المجاورة. طيب أستاذة يعني منال، كيف تتعامل الأنظمة أو النظام الصحي مع كل هذه الأعداد من الضحايا والمصابين؟ النظام الصحي بالمغرب تفاعل بشكل نعم تفضلي تفاعل تفضلي تفاعل قلت تفاعل النظام الصحي بالمغرب بشكل جدي مع الـ مع الـ مع الكارثة وحجمها، حيث تستقبل مستشفيات المغرب منذ الساعات الأولى لليوم السبت المصابين في مختلف مستشفيات المملكة، وكذلك المستشفيات الخاصة فقد نشرت صباح اليوم بلاغا لاتحاد المصحات الخاصة بالمغرب، بيان تعرض من خلاله مصحاتها ومعداتها الطبية في خدمة الحكومة المغربية من أجل إسعاف المصابين الذين تضرروا جراء الزلزال. كما قلت فالمنظمة الصحية بالمغرب تفاعلت بشكل جدي مع هذا الزلزال، ولا تزال لحدود الساعة تستقبل المصابين وتقوم بعمليات الإسعاف في مختلف المستشفيات. كما تم إعلان حملة وطنية
للتبرع بالدم وهذه الحملة التي تفاعل معها المغاربة بشكل كبير وواسع وأبانوا عن حس تضامني كبير. المغاربة يتوافدون منذ الساعة الأولى لصباح اليوم على مختلف مراكز تحقن الدم للتبرع بدمائهم لإنقاذ ومساعدة الضحايا الذين تضرروا من الزلزال في مختلف المدن المغربية، وليس فقط في المدن التي تضررت بشكل كبير كما لاحظنا ولاحظتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام. فقد توجه لاعبو المنتخب الوطني المغربي وكذلك الناخب الوطني وليد الركراكي إلى أحد مراكز تحقن الدم بمدينة أكادير للتبرع بدمائهم من أجل مساندة الضحايا وليكونوا مثالا للمواطنين المغاربة لحثهم على التوجه إلى المستشفيات ومراكز التبرع بالدم للتبرع بدمائهم من أجل إنقاذ أستاذة مريال. شكرا لك، وكل مصر حكومة وشعب قلوبها معكم، وتمنياتنا للشفاء العاجل لكل المصابين.